والله جايس بطلت تعمل هذاك الاب مراتين. كيفكم جماعتي؟ طيب الموضوع كالاتي. مرحبا باك فيكم بفيديو جديد من احمد افراط. هلا اللي حنسويه رح يطلع قدامنا شغلات معينه لازم نحذر كم سعرها، اللي بيكون اقرب على السعر باخذ نقطه، اللي بيخسر في له عقوبه، والعقوبه كالاتي: زغلول حاليا عم بخلط خليط معين كثير مقرف، عطت التاسك وقاعد شغال فيها، اللي بيخسر حيشرب هذا الخليط بكاسه. اوكي اذا بكاسه مش مشكله. يلا استعد. اوكي ساعه لازم نحذر سعرها. طيب كيف الواحد عارف في ساعات؟ لا هاي السعر، هاي الساعة باتيك فليبي، فبتعرف يعني هذا من نوع اتوقع فليبي، اتوقع فيليب. لا فليبي لازم تحكيها باكسنت فليبي. هاي الساعة ايطالية زي ما انت شايف، مكتوب جنيفي عليها. الكاسة اتوقع سويسرية، جنيفي سويسري. انا بعرف الكاسة تبعها جلد زي ما انت شايف. الساعات الغالية سويسرية حبي، ما فيش ايطالية. فينيشينج فاخر من الجلد الايطالي سويسري. ايطاليا بيعملوا بيتزا، ما بيعملوا على ساعات. ام ال 100 دينار ام ولا ساعه من 100000 دينار؟ هذا هو السؤال. 40000 دينار، 120000، بحكي 50000. لا شو زادوا، انا رقمي 50000. يلا. لا 31 مليون دولار. 31 مليون يا بلاش. طبيعي انت اقرب. فعليا انا اقرب، بس حتى بعد، بس انا اقرب في النقطه الي. اللي بعده نو واي، شنطة الخزانة كتير باين عليها رخيصة، مش عارف. هلا هي مبينة زي الشنطة. استنى شو وقف، شايف هاي؟ شايف هاي ال او مكتوب لو لوي فيتون. ايوه من الباترن هذا. صح. ما هاي اشوف او مدي هو كونه لوي فيتون. لا انا ولا انت حيكون عندنا اي فكرة عن سعره. لا يا اخوي دائما عادي والله، دائما بتروح عليه. سألت عن سعره. طبعا شايف هذا الذهب اللي على الجنب، هذا ذهب حقيقي وهذا جلد تمساح. تمساح تمساح كثير بشع بهذول، وهذا بنطلون جينز ومعه جاكيت، معه الحزام تبعه. هو كثير بشع المنتج، كثير قبيح. بس كم حيكون؟ انا بتوقع شيء 5000 مثلا، 5000 دولار. يعني لو فيتون هيك 2000 3 هيك حكوا. ما حكي 8 8؟ اوكي اوكي اوكي. 42 ايش؟ دولار؟ ليه؟ مين الحمار اللي يلبس شيء زي هيك؟ مرة مو حلوة يعني، قبيحة قبيحة، زي لبس طحان. والله تعال نقارن مين لبسه أحلى قاعد. أوقف. لبسة كثير حلوة. طيب إذا أنا فزت. أنت صار أنت مو عارف إنه أنا ملبق النظارة مع البلوزة. أوف. جد؟ بالانسياغا. بوت بالانسياغا. هذا البوت حقه 2500. هذا بالانسياغا متأكد؟ مش شكله زي بالانسياغا؟ ما بعرف، أنا بحطش فيه 200 دولار. مية حتى 50 دولار. $30. والله اني عارف عاملينه زي برنسياجا، عشان شو طلع حقه $30 طلع بوت معفن، عامل برنسياجا. اللي بعده يلا. انا مستعد. شواي ذهبية. السؤال اللي بيطرح نفسه انه هل هذا جد ذهب؟ اكيد لا يا حبيبي، اكيد لا. انت غبي، كيف حيكون جيبوا هذا الذهب؟ انا ححط 400 دولار، اقول لك حط 700 دولار، قولها شواي فخمة شوي. انا راح احط 1000. 4 3 والله ما بتعمل لي حماس كمان. اوه اتوقع الذهب جدي. ذا بيف ايتر جولدن جريل. انا فزت. لا يا حبيبي. ما فزت. أنا غبي إني قاعد بحاول أقنعك أصلاً. خلاص فزت. أوكي خلاص 2-2. 2-2. شو هاي بعرفها؟ أوستون مارتن والله أعلم. أقول وأجزم إنها 200000 دولار. والله يصير رقم دهي أنا. يلا 2-1. فلا لا تلعب لعبة وسخة معي زي هيك. انا دفعت 300000. عصب. وسخ وسخ عشان ياخذ اي شيء بيطلع فوق. والله انا بحكي 100000. 100000؟ انا 300000. بس اسمع، فسكر 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 مطلع بين 16 ل 33. انت اقرب يا كلب. انت صرت 3 وانا 2. لوحه يا الله. هلا حسب، اذا كانت معروضه في معرض ابو الرب بدها تكون لعبتين بس. انا حكي مليون.
شو قاعد بختار اني اكون اقل منك ولا اكثر؟ قاعد حلل فيها مش عارف شو بدك تشوف فيها. والله ما انا فاهم شيء. 500,000 لوحة لي بس شو هاي؟ لي باسن اوكس نيم ايو اكس نمفياس. انا مو انا فزت هالنقطه الف مبروك. انا عندي نظره فنيه اول ما شفت حسيت حكا حكا غالي طلع بيع كميه التفاصيل ما حسيت حسيت فيه. طيب خلاص طيب اير فورس استنى شوي اير فورس بس ملاحظ الام بي اي في لوجو ام بي اي وهذا تاج اوف وايت هذا كولابوريشن مش بس نايكي. والله انا بقول حقه انت قول الاول. انا بقول 3000 انا بقول 1500 انا شايفه اصلا ما بشهيده جا اوكي كان يتفلسف كثير. واو اوكي هاي لي مبروك اني انا اقرب لل $100 بانه احنا ترين بعد بس يلا ايوه عاد هاي مش حقيقي هاي بروتوتايب فالتايب غالي كثير انا بقول 1.5 مليون. ليش بروتوتايب تحكي؟ لانها بتقول عملوها لفيلم ولا شيء وباعوها ايش زي هيك. انا زلمه تبع بي ام يعني انا بحكي 800,000 اوكي اوكي يس طلع F-991 يا جماعة أنا مخي دائما بشتغل ما بوقف ما بوقف أوكي تريا تريا هاي $30 $40 أنا بحكي $100 لا استنى وقف لا 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 خلاص لا 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 وقف لا 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 حط $800 طيب نحط 900 لا 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 حر أنا لا لا في تغيير أنا حر 900 انا 1200 طب انا 1201 انا 1000 ونص في كثير بسرعه غير رقمنا 1100 انا حكيت 1100 بدون اي سبب احنا بنرفع السعر بس ما كان لازم تغير كان 30 دار مش عارف ليه غيرت بس انا فزت لا لا انا حكيت لا انا حكيت 1100 قبل ما تفوز ولا حكيت 1500 والله وتر تركيز تركيز هاد بروتك شعر هذا فن مليون 50 مليون $1000 سنة بدي احكي رقم انت حكيت 50 مليون انا ما افتقيت مزح يا زلمة بدي حال اعرف شو هي هذا المريض بشوف انا شو بحط على فكرة بحط شي قريب عليه هذا توقيع حدا صح؟ انا بدي ارفع السلاسة توقيع اكيد توقيع حدا فخم يعني انا حاحكي مليون انا بحكي 1.5 مليون توقيع برو هذا توقيع هذا كثير فخم 9.5 مليون شد حيلي شغل المخ والله أعلم إنها غالية رب كلها حاس إن هاي مش أي تقعد عليه حقول $2000 أنا بحكي 4000 لا مش قمة تحت طلعت هاي للرجلين أنا فايز عليك أنا صاحقك عرفت والله شوف اللي بيعرف سعرها جد بيكون كثير طرد قال بالضبط سعرها $310 كانوا عاملين عليها سيل هذيك المره انا بقول 1000 انا بقول $15 تسواش شيء يعني هي شيء حمره يعني ما حد يدفع قد حمره شيء مستهلك بالاخير هو كيف قاعد بتجيبهم صح والله منطق حمره ليش حتروح حق $1000 ايش قاعد قبل اللي بيعرف رقم صح انا حكيت اللي بيعرف رقم صح بكون طنت انا طنت الله وقعت في فخ انا نصبت لنفسي ليش تعرف قديش حقها بالضبط عشان يخاطب والله شو هذا هذا كرسي تعذيب ليش في شغله تحت فازه هاي فازه ما اتوقع برو عم حاصف مني بالكرسي شايف هاد هذا ايش بتسحبه هاي ايد عشان تسكز هيك هذا حمام فخم هذا يعني. فلاش انه حمام بس زي العرش بتشوف الكرسي تعملها ملك وانت كم مستعد تدفع عشان هذا الاشي دورك انت تحكي الرقم انا بقول $10,000 لسبب التويلت الذكي سمارت تويلت سعرته تطرح حقه $10,000 طبعا خشب هذا مش سمارت هذا مانيوال بس يعني هو زي السمارت بس تبع زمان فاهم انه هذا التويلت الفخم انا بحكي 30,000 next التمساح جد مش تمساح ابيض جلد تمساح ابيض اغلى من التمساح الاخضر التمساح كم حق جلد التمساح كم حق التمساح اصلا 100,000
انت غدها؟ ثبت. انا بقول 20,000. استنى شو وقف، هذا معرض الانقراض. استنى بدي اجري حساباتي. خلاص تضلك تغير، حكيت 20,000. استنى بدي اجري حساباتي. انا بقول 400,000. نسيت يا لعني، اطلع مليون ايش. اوكي انا فزت. خبي حصان. يلا الحصان الطبيعي بيكون حقه بين 5 وال20. لا حبيبي، في حصان 200 دينار. شو الحصان ال 200 دينار؟ والله ارخص من خروف. اه 200 راح تحكي انت؟ ما لكش دخل. زغرر اسكت. 10 10,000. طلع غير رايه. 11,000. يلا ادعس. تذوق طعم الخساره. واضح انه حصان غالي. خربيت غبي انت. 10,000 غبي. جرين مونكي اسمه. طلع اسم، طلع طلع عنده عضلات يا زلمه. لا اسمه جرين مونكي. سخن الاسبوع. هذا حصان عربي اصيل، هذا فخم. انت قبل دقيقة كنت تحكي عشان اخدعك، عشان افوز. غبي. بلعب فيك، بلعب فيك. انت عبارة عن طفل. طيب انت انت عبارة عن لعبة بالايدي. خلص يا جماعة، خلصوا الاغراض، فبالتالي انا فزت. والله فزت. زغلول. هيا مش لك طلبية يا النار. تعالوا صور فيديو حلو، راح ننبسط. هيا زغلول. يلا جاهز وطحان. اي كلمات اخيره قبل ما تشرب المحلول؟ كل امي وابوي اني بحبهم. وصلوني مليون على قناتي القديمه. اقراط في الديسكربشن. فجي 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 كم فجي الكاميرا. لا وسخ اسم زحطه الكاميرا. اه تقول كيف يا جماعه شكرا على الفيديو. لا كله. باي.